وسهلا فيكم في حلقة جديدة وسلام للجميع من نادي الكتاب، زي ما وعدناكم في كل أسبوع مع صديقنا محمد. أيوة هي محمد، لأنه بالعكس بتيجي الكاميرا. محمد عيسى، أهلا وسهلا فيك، أهلا بك عزيزي. صديق الكتاب وحبيب الكتاب وعاشق الكتاب. واليوم سنتحدث عن كتاب كله عشق ورومانسية وجمال. ما أجمل أن تقرأ كتاب يتكلم عن الحب، عن يعشق حبيبته بطريقة فنية غريبة، يعشق ويتكلم عنها بطريقة رومانسية إبداعية شعريا ونثريا، يتكلم وكأنه يصفها بأجمل الصفات. ولكن القصة هنا قصة حب من نوع آخر، قصة حب المدينة، لمدينته التي يحبها، لمدينة الإسكندرية التي لا يذهب إليها أحد إلا ويحبها. صحيح. مدينة الإسكندر المقدوني الكبير، المدينة التي يعني أنا صراحة عشقت فيها كل شيء، سواء لما زرتها، لما تمشي على الكورنيش يا محمد تشعر بعبق البحر المتوسط، لما تدخل في أزقتها وأحيائها تشعر في عظمة شعبها ومن يسكنها، لما تروح على سكة الرمال حتى محطة الرمال تشعر بجبروت وقوة هذا الشعب وصموده، لما تروح على تأكل عند قدورة السمك عندهم محل مشهور تشعر بجمال الأكل وفخامته. مدينة الإسكندرية من المدن يعني اللي لا يوجد من زارها ولم يعشقها ولم يعشق ترابها ولم يرد العودة إليها، خاصة إذا كان في فترة الشتاء. فترة الصيف شوي حار. أي أنا هذا هكذا من المدن أسميها مدن آسرة. نعم تأسرك من أول ما تجيها، تكون تحسها فاتحة إيديها إليك وتحتضنك وتأسرك. يعني فعندنا الإسكندرية مثل البصرة عندنا، أيوة تتشارك بطيبة الناس، الناس طيبين وحبوبين إلى أبعد الحدود. ناسنا بالبصرة هم مثل الناس الإسكندرانيين على مثل ما يقولون أهلنا، على سجيتهم وطيبين القلب وبيوتهم مفتوحة وقلوبهم مفتوحة قبل بيوتهم. صحيح. تروح هناك ترتاح وتعرف يعني إلهم رونق، هم أهل البحر إلهم رونق هيك، لأنه في مزيج من الحضارات بيصير. وعشان هيك حتى في الكتاب بتكلم عن التعايش الحضاري والثقافي اللي موجود، سواء اليونان أو المتحضارس الأتراك، الأرمن، المسيحيين، المسلمين، حتى برسم البيوت تبعتهم. يعني الكاتب صراحة عمل رسم، أنا بقول فنان، هو أكثر من كاتب لأنه رسم لوحات في الـ في الـ في الـ في الكتاب. صحيح. رحت الإسكندرية أنت محمد؟ أنا لا والله ما رحت للأسف. أوكي. وإن شاء الله رب العالمين يرزقنا زيارة للإسكندرية ولازم نروح لها طبعا. أنا لي قصة قبل ما تبدأ الكتاب حابب أحكي لك إياها وللجمهور طبعا. تعرف أنا زوجتي مش عربية، فلما سألتها وين حابة تروحي على شهر العسل، قالت لي إيجبت مصر. قلت لها سهل، مدام مصر لغتنا وأهلنا والموضوع سهل. ففعلا حجزنا رحلة على مصر وطلعنا على مصر، ومن الرحلة كانت إنه نروح على الإسكندرية. أيام ما رحنا ما كان في إنترنت وإنك تعمل حجوزات سابقة، نزلنا بموسم الصيف فكان موسم ضغط. فلما وصلنا بالليل بعدنا ندور على فنادق مع التاكسي تبعنا، رحنا على الفندق الأول الثاني الثالث ما في فنادق. فقال لي باش مهندس في فندق في منطقة شعبية شوي، ويعني ثلاث نجوم مش راقي. قلت له مش مشكلة، أنا متجاي أصلا، أنا ما بدخل هذه الفنادق الكبيرة إلا يعني إذا كان في مؤتمر جنبك أو شيء. يعني عادة بحب أدخل في المناكل الشعبية تشعر في الأصالة. ففعلا دخلنا الفندق، زوجتي يعني أكنك مدخلها قصر، الشربيات والبواب والبيوت اللي سقوفها دبل هاي الطويلة، فشعرت الحمام الزخارف اللي فيه إشي يعني عن جد رائع. فنمنا في الليل، وصلنا احنا يمكن الساعة واحدة بالليل تنتين بالليل، نمنا الصبح صحيت أدور على المدام، فش مدام راحت والله عينها
روح هنا، تعرفش لغة، تعرفش حاجة. ففتحت الشباك، شباكها مفتوح، فتحت الشباك لقيتها نازل بتوكل تحت من عربية الفول. نزلت على السريع بقول لها شو بتسوي؟ تقول لي شفت المنظر والناس متجمعين على عربية الفول هيك، فحبيت أكل، فجيت حكيت معاه بالإنجليزي، أعطاني صحن فول، ففهم علي. قلت له هو ما فهمش عليك لأنه هو بيبقاش حاجة غير الفول. فبحكي له بقول له أنت فهمت عليها حاجة؟ قال لي لا، بس أنا شفتها بتعشر فأعطتها صحن فول. قال له طب هاي إنجليزي أجنبية، بركي ما فهمت عليك وما دفعت لك. قال لي يا راجل رزقتنا على الله. يعني أيوة. طريقة كلامه كانت صراحة يعني شعرت ب يعني الناس تأكل مع بعض كأنها بسفرة واحدة، فعلا شيء رائع جميل. الإسكندرية لها رونق، لها يعني حب صراحة. إن شاء الله نقدر نرجع لها حبايبنا اللي من الإسكندرية، أهلا وسهلا فيهم. حبايب أي والله. تفضل محمد. اليوم راح نحكي على بالبداية على إدوارد خراط، هو المؤلف الرواية الكتاب. طبعا اتحاد الكتاب العرب صنف احدى روايات ادوار خراط بانها واحده من افضل 100 روايه بالقرن العشرين. الروايه اسمها راما والتنين. اوكي. روايه جديده، تدري احنا الروايه من دخلت للوطن العربي جديده، يعني حديثه على الادب العربي. أنا أكثر الأدب عندنا هو الشعر والكتابة والتدوين على النصوص الدينية وهاي الأمور كلها. صحيح. والشعر أكثر شيء، ولكن الرواية نعتبرها جديدة علينا. المهم إدوار خراط كاتب من جيل يوسف السباعي ونجيب محفوظ، ولكنه متمرد، طلع من الخط الكلاسيكي والتقليدي العربي. فراح ننطي للمشاهدين شوية معلومات عن إدوار خراط، واللي هو اسمه الحقيقي مو هيجي. أوكي. ولد في الإسكندرية بسنة 1926، 16/3/1926، لعائلة قبطية أصلها من الصعيد، واسمه الحقيقي هو إدوار تلتا فلتس يوسف. أوكي. هذا اسمه الحقيقي. حصل على ليسانس الحقوق من جامعة الإسكندرية في عام 1946، وعمل في مخازن البحرية البريطانية في الكباري بالإسكندرية، ثم موظفا في البنك الأهلي في الإسكندرية، وعمل بعدها موظفا في شركة التأمين الأهلية المصرية. هاي كل الأعمال اللي عملها ما لها علاقة بالأدب. ثم مترجمة بسفارة الرومانية بالقاهرة. عنده نشاط سياسي هو دائما. شارك إدوار خراط في الحركة الثورية الوطنية الثورية في الإسكندرية عام 1946، واعتقل في 15 مايو 1948 في معتقل أبو قير والطور، وعمل في منظمة تضامن الشعوب الأفريقية والآسيوية، وفي منظمة الكتاب الأفريقيين والآسيويين من عام 1959 لغاية العام 1983، مدة طويلة. تفرغ لكتابة في القصة القصيرة والنقد الأدبي والترجمة. قدر لإدوار خراط أكثر من 50 كتاب قصصياً وشعرياً ونقدياً. من مؤلفاته أول عنده أول مجموعة قصصية اسمها حيطان عالية، راما والتنين اللي قلنا عليها، اللي هي واحدة من اللي صنفها اتحاد الكتاب العرب واحدة من أهم الروايات العربية خلال القرن العشرين. والزمن الآخر وأضلاع الصحراء ويقين العطش، والكتاب اللي نتكلم عليه ترابها زعفران، وعنده كتب أخرى. قام بترجمة 14 كتابا للغة العربية وتأليف عدد من المسرحيات والدراسات. ساهم في تأسيس مجلة غاليري 68 التي كانت صوتا لجيل الستينات من الأدباء المصريين والكتابة الأدبية الجديدة في مصر، هاي مجلة أخرى. كما شارك في إصدار مجلة لوتس للأدب الأفريقي الآسيوي، واللي كانت تصدرها منظمة الشعوب الأفريقية الآسيوي اللي هو كان عضو فعال بها لمدة طويلة من الزمن. عنده جوائز هواية، أخذ أهمها جائزة الدولة التشجيعية لمجموعة قصصية ساعة الكبرياء في سنة 1972، جائزة نجيب محفوظ من الجامعة الأمريكية سنة 1999، وجائزة تقديرية عام 1999 أيضا من نفس الجامعة،
وجائزة، وأهم جائزة حصل عليها هي جائزة ملتقى الرواية العربية الرابع في القاهرة سنة 2008. الرواية نشرتها أكثر من دار، منها دار الأحمدي في القاهرة ودار الآداب، وأخيرا صدرت عن الهيئة المصرية للكتاب عام 2008 ضمن مشروع اسمه مكتبتي للأسرة. الهيئة المصرية للكتاب هاي واحد لازم يوقف يمها شوية، هي ومشروع مكتبة الأسرة، وينطي للمشاهدين شوية نبذة عن هذا الموضوع. الهيئة المصرية للكتاب كانت يعني مؤسسة تابعة لوزارة الثقافة أو موازية إلى وزارة الثقافة، معنية بالنشر، وكانت مدعومة بشكل مباشر من حرم الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك السيدة سوزان مبارك. طبعا هذه المؤسسة لها فضل كبير على بتزويد القارئ العربي بكتب نادرة جدا. عندهم هاي مكتبة الأسرة، فد مكتبة عظيمة، وعندهم واكو مشروع آخر اسمه المشروع القومي للترجمة، كان مسؤول عليه اتذكر كاتب المصري المشهور جابر عصفور. المهم هاي المؤسستين يعني رفضت الثقافة العربية بكتب من الترجمات والكتب، وأمهات الكتب العربية أيضا نشروها. الرواية منقطع قصير، هاي لازم أنت شوية وصف للرواية، 224 صفحة، قطع صغير. الخراط بداها تقدمة مقدمة قال بها أنه هذه الرواية ليست نصوص سيرة ذاتية ولا شيئا قريبا منها، بس القارئ من يقراها يقول هو هي نصوص ذاتية. نعم. ففيها من شطح الخيال ومن سرعة الفن ما يشط بها كثيرا من ذلك، وهو هذا صحيح، لأنه أنت تلقى نفسك بانتقالات مختلفة من, من, من صفحة إلى صفحة. صحيح. فيها أوهام، أحداث ورؤى شخوص ونويات من الوقائع هي أحلام، وسحابات من الذكريات التي كان ينبغي أن تقع ولكنها لم تحدث أبدا، لعلها أن تكون صيرورة لا سيرة وليست فقط ذاتية. هي وجد وفقدان بالمدينة الرخامية البيضاء الزرقاء اللي هي الإسكندرية، التي ينسجها القلب باستمرار ويطفو دائما على وجهها المزيد من المزيد المزبد المضيء. إسكندرية يا إسكندرية، أنت لست فقط لؤلؤة العمر الصلبة في محارتها غير المفضوضة، مع ذلك أنشودتي إليك ليست إلا غمغمة وهينمة. يا الله. هذه مرات اللي يقرأ المقدمة ما يعير لها أهمية، بعض الأحيان مو دائم، بس هذا الكتاب بالتحديد لازم تقرأ المقدمة قبل ما تقرأ الكتاب. صحيح. لازم، لأنه ينطيك مثل ما يقول بالإنجليزي هنت، أنه أنت شراح تقرأ وراش راح تشوف. صحيح. وملخص تقريبا زي تلخيص يعني. تلخيص. نعم. شنو تلخيص بلغة أدبية، هي اللغة الأدبية طبعا، بس اللغة اللي مبهمة. ما ينطيك هو كل شيء، بس قال لك انه هي يجوز مو سيره، فانت راح يثير عندك هذا الحافز انه تعرف هذا الكتاب شنو هو. صحيح. الروايه بها 9 فصول او ابواب، خلينا نسميها، عناوينها مختلفه، غالبا ما تاخذ ابعادا استعاريه، تستعير الاسم للتعبير عن ولكنها تعبر عن انطباع مميز. والفصول هذه ما مرتبطه واحده بالثانيه، يعني انت من تخلص خلينا نقول لهم للمتابعين الفصول هي واسماءها، ويشوفون الاسماء الرنانه بالفصول. الفصل الاول هو السحاب الابيض الجامح، الفصل الثاني بار صغير في باب الكراستة، هذه منطقه، الفصل الثالث الموت على البحر، الفصل الرابع فلك طاف على طوفان الجسد، فلك طاف على طوفان الجسد سوري، والفصل الخامس غربان سود في النور، والسادس النوارس بيضاء الجناح. من ما يعرف النوارس مو بيضة الجناح، بس هاي استعارة أدبية. الفصل السابع السيف البرونزي الأخضر، الفصل الثامن الظل تحت عناقيد العنب، الفصل التاسع
اللي ختم برواية هي رفرفة الحمام المشتعل. رفرفة الحمام المشتعل هي تلقاها بآخر سطرين من الرواية. مظبوط صح. آخر سطرين. المهم مثل ما قلنا الفصول ما ترتبط واحدة بالثانية ولكنها تبقى متوازية. اللي يربطها هو خط تطور الرواية فيما يختص بالحدث أو الحبكة. حبكة هي مو كلش هواية. صحيح. لكنها تعرض خطاً أفقياً لخلق هذا العالم الفني الخاص، كما تلعب لتعميق الشخصية الرئيسية ونحتها. تلعب هو الطفل هذا صحيح؟ هو الطفل هو شخصيتين. نعم. سنجي عليها بعدين هاي. ويجمعها الخط السحري، يعني يجمع الفصول الخط السحري في وصف الهارمونية المجتمعية بالإسكندرية. بأول الفصل يوصف لك المجتمع الإسكندراني أو الإسكندري إنه شون كان. أول قصة بالرواية يصف لنا علاقتهم، هم ناس أخباط. يصف العلاقة مالهم جيرانهم المسلمين، فيقول عن زوجة حسين أفندي جاره في الصفحة 14، يقول كانت زوجته الست وهيبة صديقة أمي جدا، وكانت تقول لها أحيانا أنه نبيهم أوصانا بنا، وأن عيسى نبينا هو أيضا رسول من عند الله مثل موسى وإبراهيم، وكانت أمي تحلف لها أحيانا بالمسيح ابن الله الحي، وكانتا تضحكان على أشياء لا أعرفها، وتنتهي زيارتها اليومية لنا بأن تقبل إحداهما الأخرى. شوف هذا التعايش، بحيث المسلمة تحلف بالحلفان المسيحي. شوف يعني يقول لك الهارموني مالتهم المجتمع النسيج شلون كان متعايش بسلام. والرواية تحكي ما يشبه سيرة ذاتية لميخائيل. راح ننطي هسه نبذة عن الرواية شلون راح تصير. شاب اسكندراني من الطبقة الوسطى القبطية، ولد وتلقى دراسته في الإسكندرية. أبوه كان يريد يصير مهندس، ولذلك صار دخل كلية الهندسة وعمل في متحف للآثار، ومات أبوه وهو في الجامعة، لذلك عمل ليعول أمه وأخواته البنات الأربعة، واعتقل بعد انضمامه للعمل السري بالجماعات الثورية. ويقول على نفسه عن نفسه كنت في الثامنة عشر بلسان الراوي جبرائيل يحكي عن نفسه، يقول كنت في 18 من عمري ومزعزع الإيمان وشديد الورع، غارقا في جسمي وطهرانيا، لم أذهب إلى امرأة قط، وأعتبر نفسي حر الفكر وسوداوي المزاج على الطريقة الرومانتيكية. هذا بالصفحة 127. فيحكي لك هذا الشخص جبرائيل شلون مسيرة حياته وهو طفل إلى أن بالآخر الرواية يتوفى هو. فيها شخصيتين الرواية، هي شخصية الطفل جبرائيل وشخصية جبرائيل الشاب. الخراط رسم دقة التفاصيل لصورة المكان وعشقه للإسكندرية، وهذا اللي أنت حكيت عليه بالبداية. أكثر من الشخص أشخاص أكثر من أشخاص، هذا لأنه عشقه للمدينة. وشوف انت من تقرا مرات تتذكر المسلسلات اللي كنا نشوفها بالثمانينات والتسعينات، ليله الابضع فاطمه والمظبوط بين قصرين والليالي الحلميه وهاي الامور كلها. المدينه الاحداث هي اللي صار بها الثلاثينات والاربعينات، طبعا اكيد فتره الفوران الثوري بان الحرب العالميه الثانيه وما صاحبتها من تغييرات في اجتماعيه حاده غيرت الكثير من الثوابت. يصف هذه المرحلة بقلم راون وفنان يعشق مدينته، نموذج للمنجز الذي يكون، وهي الرواية نموذج للمنجز الذي يكون البطل فيه هو المكان أكثر من البطل الآخر، ويتحول بفضل لغة رهيفة وندية ووصف ملفت إلى كائن حي. يعني تحس مرات المدينة أنه كائن حي ينبض وياك شلون ما يوصف لك ياها بدقة، حيث وصف الكاتب وصفا دقيقا تفاصيل المجتمع الإسكندري بطوائف. هو محمد أنا بدي أعتذر، هو لم يوصفها هو رسمها. يعني هو أنا أول مرة بقرأ واحد بكتب بس بخليك تشوف صورة، مش تفكر، بتشوف صورة قاعد. يعني أنت اختصرتها هسه، مو وصف، رسم 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 فنان، يعني فنان كان في الوصف.
قلنا انه وصف دقيق للمجتمع الاسكندري بطوائفه العديده وطبقاته الاجتماعيه المختلفه. شوف ايش راح يوصف: شوارع الاسكندريه، البيوت، الشقق، الابواب، الباعه، المحلات، البحر، الكورنيش، الميناء، الترام، الفوانيس مال الشوارع، العريشه مال العنب. يعني تحير. طيب تحير شو تباوع؟ مدينة، المدرسة، الكنيسة، الجامع، كلها أماكن تتجسد ببراعة واتقان كلها. يعني ماكو وصف ما يخليك تتخيل ذاك المكان بينك وبين نفسك وانت تقرأ الرواية. مثل ما قلت لك أنا بالبداية، إدوارد خراط كاتب متمرد على مجايليه، خلينا نسميه. اختط إدوارد خراط مسارا أدبيا مخالفا لمجايليه. هم كانوا كلهم يكتبون بالطريقة التقليدية الكلاسيكية، ولكنه ابتكر أسلوبا جديدا في الكتابة. صحيح. سواله خط واحد والبقية مشوا عليه وراء. مبتعدا عن الكتابة الواقعية من مرحلتها التقليدية العادية، وفتح آفاقا أخرى للكتابة أكثر تعبيرا عن تحولات المجتمع وأكثر مساحة في التجريب. أنت من تجرب راح تستخدم أدوات هواية. صح ولا لا؟ صحيح. اقترح تقنية سردية جديدة أطلق عليها اسم الحساسية الجديدة. طبعاً أنا بالمناسبة قرأت واحدة من المقالات عن إدوارد خراط، واحد يقول إحنا ما مش اسمه الروايات هاي مو روايات أدبية، هي روايات خراطية. أوه صرت تستفيله كمان يعني بإده. إيه لأنه هو اختط يعني طريق أو رسم طريق أدبي جديد اللي سماه هو الحساسية الجديدة، والتي كتب عنها يقول: تجيء تقنيات الحساسية الجديدة، هذا طبعا كوت من الكتاب مالته، تجيء تقنيات الحساسية الجديدة على كسر الترتيب السردي الاضطرادي وفك العقدة التقليدية والغوص إلى الداخل للتعلق بالظاهر يعني. وتحطيم سلسلة الزمن السائر في خط مستقيم، وهذا اللي شفته بالرواية. طيب. تروح وتجي أزمان مختلفة، أماكن مختلفة، بصفحة واحدة يأخذك مرتين يوديك ويجيبك للطفل وإلى هو شاب. تحطيم سلسلة الزمن السائر في خط مستقيم، تراكب الأفعال المضارع والماضي والمحتمل معا، تهديم بنية اللغة المكرسة ورميها نهائيا خارج متاحف القواميس، توسيع دلالة الواقع ليكون إليها الحلم والأسطورة والشعر، مسألة الشكل الاجتماعي ليكون إليها الحلم والأسطورة والشعر مسألة الشكل الاجتماعي القادم، استخدام صيغة أنا لا للتعبير عن العاطفة والشجن بل لتعرية أغوار الذات وصولا إلى تلك المنطقة الغامضة المشتركة بين الذاتيات التي يمكن أن تحل محل الموضوعية. طيب. هذا طبعا هو دراسة نقدية إله اللي أعتقد أنا كتبتها وين. أنا بدي أخذ منك دقيقة محمد. أخذ مني دقيقة بس لازم نقول هاي. تفضل. يس يس عشان أريحك كنت بدي أريحك شوي. تفضل. أي. أنه منين أخذنا هذا الكوت، لأنه لازم إحنا نقول أنه هذا الشغلة اللي أخذناها منين. عند كتاب اسمه دراسة أدبية اسمها الحساسية الجديدة، هذا اللي أتينا قبل شوي هو مقتبس من عندها. اوكي يعني هو من كتابه بالمنهجية تبعته. هاي المنهجية مع تبعته بالضبط. حابين بس نقرا الكومنت سريعا لانه ما شاء الله عندنا كثير ستار فولورز اليوم. مثنى اهلا وسهلا فيك، مثنى في العراق متابعنا كل يوم. انا عارف ان الوقت عندهم صباحا لكن نشكر لك، هو من الكتاب اللي انا بقرا يعني كتاباته الرائعه. متشوق. كاتب ايضا، كاتب قصه انا مثل ما قال لي هو، ولازم في يوم نستضيفه ان شاء الله. ان شاء الله اذا بيقبل احنا بنتشرف ان شاء الله. الاخ علي بول تمام الموفقين اي ثينك. اهلا وسهلا عزيزنا علي، مثنى برضو كل الحب والتقدير. هاي يا جماعه الجوجل درايف لرابط مكتبه كنار، بتجدوا فيها كل الكتب الماضيه والكتاب اللي حنحكي عنه او نرشحه لحلقة الأسبوع القادم عشان تقدروا تنزلوه PDF. فما في عندكم مشاكل إذا بدكم تجدوا الكتاب، إحنا
واجدين الكتاب وحاطين لكم اياه في هذا الرابط، سهل جدا تدخلوا عليه، موجود في الكومنتس، ويعني ان شاء الله تكونوا تستفيدوا. محمد علي منورين يا شباب، اهلا وسهلا فيك محمد. رسم لوحه اليوم ورجعني اياها. او ماي جاد، اليوم كنا داحكي عليها، عاشت ايدك وشابوه مثل ما يقولون، صراحه يعني روعه. حط فيها، لازم تروحوا على صفحة الفنان محمد علي، عنده لوحات برسمها، طبعا رسم الفرونت لاينرز، وإحنا بنرفع لهم القبعة وإله كمان لأنه هو بيساهم بكل ما يستطيع. الأخ بدر برحب، بكر برحب فينا وفيك، برحب فيه. الأخ عبد الحكيم بقول ليش فندق؟ ما كنت أعرف. عبد الحكيم في إسكندرية؟ ايه على الاسكندريه، يمكن من كنت تحكي الموضوع، يمكن ان شاء الله المره الجايه نيجي عندك زياره. لما اهلا وسهلا فيك، المصريين اقدع ناس، احلى ناس، قلبهم طيب ودمهم خفيف زي العسل. كتبتهم دمهم. اهلا وسهلا فيك لما يعني احنا بنفتخر انك تكوني معنا. مثنى بحكي روايه اخاذه وغنيه بالوصف، لانه اكثر من 200 صفحه. إدوارد الخراط أصفه بفنان زخرفة التفاصيل، حالها حال مقالاته بموضوع اللاواقع، والتي تجدها بكتاب ما وراء اللاواقع. تجدها في كتابه ما وراء الواقع. خالد بيحكي شكرا لإعطاء نبذة عن الكاتب، هذا واجبنا دائما. أستاذ محمد بيعمل جود هوم وورك، فخالد وأنت ما شاء الله من المتابعين. بسأل ممكن ذكر الرواية التي اختيرت من ضمن أفضل 100 رواية في القرن العشرين. راما والتنين. رانا لما بتقول له راما والتنين، طبعا شكرا. اسكندرية يا اسكندرية، نعم والله. ست نهاد يعني خلينا نوجه لها تحية، هي كاتبة عراقية مقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية في نيويورك، وقبلها كانت عايشة بمصر. يا أهلا وسهلا فيها وبتشرفنا. إذا يوم بتحب نحكي عن راح أتواصل وياها إن شاء الله. أنا قرأت أحد، هي دزت لي كتاب روايتها بغداد نيويورك، رواية جميلة وسهلة وسلسة ولطيفة وحلوة. وعندها رواية ثانية اسمها رأس البصلة، راح أدزل إياها، لازم أقرأها ونستضيفها ونحكي عن تجربتها بالنشر ومعاناتها ويا دور النشر وبالكتابة. إن شاء الله بتشرف فيها الأستاذ نهاد. أستاذ نهاد إن شاء الله، إن شاء الله. وبكل كتاب العرب طبعا هذا واجبنا إن شاء الله. مثنى بحكي مرة، هذا البرنامج تحديدا عندي هو قمة برامج تلفزيون كنار، الله يعطيك العافية، لأنه عملاقين من الثقافة يأسرون العقول والقلوب. محبتي لكم الحبيب المثقف الدكتور جمال والغالي الأخ الحبيب محمد عيسى. شكرا. كلام يثلج القلب. شكرا والله. أخي محمد وأخي الدكتور جمال، هل هناك فلسفة خاصة لم نقرأها منذ زمان وخط كتابة؟ وخط كتابه لم يكرره دباء الجيل الحالي، أم أنني أتوهم ذلك؟ طبعا أنا قرأت الرواية بكل سطورها، يمكن أنت جاوبت هذا السؤال بطريقة أو بأخرى، صحيح؟ هو هسه الدباء اللي خلينا نحكي مع عصر ما بعد الكولونيالية، مثل ما يقول يسميه علي بدر الكاتب العراقي، أو محمد مظلوم عفوا، ودباء راح احكي عن العراق مثلا او الروايه العراقيه، ويمكن يشاطرني الراي مثنى صديقنا مثنى بهذا الموضوع. الادباء الروايه العراقيه بعد 2003 كتبوا بطريقه مغايره جدا. هسه احنا نشوف حتى هذه الروايه اللي قريناها ترابها زعفران، وكتبت بالتسعينات اعتقد، بدايه التسعينات، النفس مالها هسه ما تقرا بالجيل الجديد من الكتاب، ما يكتبون بهذا النفس هسه. نعم لانه الحداثه اثرت عليهم، الشعريه اثرت عليهم هوايه، يعني اغلب الكتاب اثرت عليهم، الشعر اثر عليهم بالروايه، اضافه الى التجارب الاجتماعيه وغيرها، كلها تغيرت.
مفهوم الزماني اللي كتبت به هاي الرواية في ذاك الزمان بعد انتهاء الحرب العالمية والثورات وكذا وهاي الأمور ما موجود هسه عندنا حاليا. صحيح. عندنا هموم أخرى. فأعتقد يعني ما ما ماكو ماكو شيء. أو لا أكو خط كتابة جديد يعني ديش يعني يكتبون به هذا أدبائنا الحاليين بهذا الجيل أعتقد. هاي وجهة نظري طبعا مثل ما قلت ذيك مرة انه هاي ما مو فلسفة ولا نقد ولا ابد لا ناقد ولا هاي بس هي وجهة نظري. اكيد نحترمها اكيد. لما بتحكي حسستونا حمستونا نقرا الرواية لما كل الكتب اللي حكينا عنها ممكن تجديها في رابط مكتبة كنار. الرابط موجود على الصفحة ممكن تدخلي عليه سهل جدا. جوجل درايف عاملينه للجميع مفتوح تقدر تنزلي كل الكتب اللي انت حابة تقرأيها. طلع جوجل بحكي معي. طيب مثنى رجع كتب بقول فعلا بحيث يصف كل خطوط الترماي ويصف رصف قرميد الشوارع والفوانيس والعنب والكنائس حتى نهر المدينة بكل بل حتى قطرات الماء التي تعبر سكة الترام التي تتلاقى مع الشارع. يعني صراحة وصفه للمدينة يبين عشقه أول شيء لها، لأنه لا يوجد أحد يصف حبيبته بهذه الطريقة إلا إذا عشقها حب الموت. صحيح. وفعلا يعني لما تقرأ رواية واحد يصف مدينته بكل أشياء إحنا يمكن اللي عايش في المدينة ما بيشوفها بذلك الرونق بذلك الجمال إلا لما زي ما حكينا يحبها وحب عذري يعني حب لا يمكن أن يقارن بأي شيء. وأعتقد أنه إدوارد هون فعلا كان يحب الإسكندرية لن يستطيع أن يصفها بهذه الطريقة إذا لم يكن يحبها فعل عذري. يعني زي ما بحكي الفن الأدبي الحالي زي ما بحكي صحيح هو فن التشظي وانسلاخ الإنسان من إنسانيته. أحسنت حبيبي محمد. محمد فنان يا مثنى مش بس قارئ. أي. شكرا لك يا لم. أنا سجلت شوية ملاحظات على الرواية همين هاي أجين هاي الملاحظات هي وجهة نظر شخصية. نعم. أنه رواية ما بها حفكة. يعني الكلاسيكيات الرواية اللي تعدينا عليها أنه مقدمة وسط نهاية صراع هاي الأمور لا خطوط متوازية تمشي لأن تأخذك بالأخير طفل كبر صار ثوري توفى بس بين هاي وهاي يأخذنا بمديات جدا واسعة. وشوف يرتبط عدد فصول رواية تراب زعفران طبعا هو الكاتب عنده قلنا أصوله قبطية مصرية مسيحي فعنده هذه ال شو أقول لك الروحانيات اللي مرتبطة بالدين. فعدد فصول رواية تراب الزعفران مرتبطة بموروث قدسي يختص بتعاليم المسيحية ويتعلق بالترانيم الكنسية. يقول ميخائيل ترنيمي إليك الفردانية والمثنمة المتكلمة متملكة ملكوت اليوم التاسع غير المنقوص. عندها الأيام الثمانية معا بصرحة 190 فهاي هم وجهة نظري أنه أي. السرد في الرواية ينتقل من الراوي العليم اللي هو إدوارد الكبير إلى الراوي الأول إدوارد الصغير. انتقالات رحلة العمر ممتدة بالزمان تقفز من الطفولة إلى مرحلة النضج في نهايات العمر المظاهرة الأخيرة. استعارت وصف من إحدى المقالات يقول يتحدث ميخائيل لتظهر مشاعره بصوت المكان ولكنه يصف بعين ميخائيل يعني كأنه المكان ده يحكي ولكن المتكلم هو ميخائيل. الحلو بالكتاب أيضا استخدم العامية في بعض بعض فقرات السرد بعض السرد بعض أماكن السرد والحوارات كلها بالعامية مو كلها 90% خلينا نقول. استخدم الكاتب أسلوب التجريب حيث كان يتحرر من سكونية النص اللي يقيدك
سكونية النقص التقليدي وهو حاجسه الشاغل في هذه الرواية، أنه التحرر والتجريب. نعم. جرب ويقول لك أنا أجرب، إذا نجحت كان بها، وإن أخطأت فهي لا بأس من التجربة ولا تثريب عليه. كسر البنية التقليدية للنص الروائي، وذلك من خلال التخلي عن السرد النمطي، هاي همين ذكرناها مرتين. من ناحية الأصوات الراوي أو السارد، هناك صوتان مميزان قلنا عليها همين بالبداية، هو صوت ميخائيل الطفل وميخائيل الشاب. وتبدو النغمة الرئيسية للرواية في تشابك الخيوط الزمنية والفكرية وتقاطعها في نسيج الحياة الراوي. يعني هو مو قال لك بالبداية أنه هي مو سيرة ذاتية، لا هي سيرة ذاتية. هل هي تقول عدا النهاية؟ طبعا طبعا، يعني في النهاية ميخائيل بوحدة من المظاهرات يتوفى. طبعا الشعرية لازم تكون موجودة في الصفحة 142، راح أقرأ لك من الكتاب. هاي أول مرة أقرأ من الكتاب، ها كل مرة نقرأ في دي اس. طيب. يقول: أنظر إلى البحر وأفقه الغامض، أعرف أنه لا شيء وراءه أبدا، هذا امتداد لا نهاية له للعباب المجهول إلى ما لا نهاية له، وكأنني أرى شاطئ الموت نفسه سوف أعبره بلا عودة ولا وصول. بعدين يقول: مياه كثيرة لا تغرق عشقي، والسيول لا تغمره، صخرة ناعمة الحنايا أنت في قلب الطوفان، سفوحها ناعمة غضة بالزروع اليانعة، بالسوسن والبيلسان، ترابها زعفران، خصب وحي، ترف عليها حمامة سوداء جناحها مبسوطان حتى النهاية لا تكف رفرفتها في قلبي. هذا قصيدة. طبعا زين. طبعا هو لما واحد يوصف مدينة أرضها وترابها زعفران بحكي لك عن العبق اللي موجود فيها. يعني لما بتحكي عن شغلة، الزعفران يعتبر أغلى يمكن شيء في الحياة، يعني يباع بالجرام الآن. لما أنت بتحكي عن دولة مدينة ترابها زعفران، فأنت بالمناسبة أنا قرأت عن الزعفران، آسف للمقاطعة، بس قرأت عن الزعفران يقول لك ياخذ لازم 3000 أو 4600 زهرة لازمة على مدة تطلع تقريبا 26 غرام من الزعفران الأحمر. يعني فتخيل، تخيل الجمال تبعه. طبعا أنا قرأت شغلة عجبتني لأحد النقاد اللي كتبوا عن المقالة، بقول لك: لا يوجد خط درامي يحرك الأحداث زي ما حكيت، ولكن تجد أن رسمه للصور الإبداعية والموضوعات الكثيرة المختلفة تشعرك كأنك دخلت مخزن للوحات الفنية، وتستطيع أن وتبهرك بكل ما أدرت رأسك أو وجهك. وبيحكي بعدين عن وصفه لألف ليلة وليلة في ثلاث صفحات التي تحبس الأنفاس. طبعا ما بعرف إذا بتحب تحكي عنها هاي. هذا هو، شوف احنا قلنا بهاي هذا التجديد، وقلنا انه دائما الفنان يعتمد على خزينة او عفوا الروائي يعتمد على خزينة الثقافي والمعرفي، وشون يوظف هذا الخزين بالحبكة او بالسرد الروائي، وحكينا عليها بالحلقة السابقة، انه شون كان يوصف المتحف الروائي وكذا وهاي الامور. فهذه كلها وشون كان يعني يستعير أقنعة لأماكن وشخصيات ويوظفها داخل الرواية. هذه أشياء قبل بكلاسيكيات الأدب العربي ما كانت موجودة. نعم. يعني كان مثلا يوصف لك مثلا حارة معينة بها عائلة في السيد، والسيد يكون هو المحور القضية، يكون محور الكون نسميه، مو كل الحديث. طيب. أي. فهذه هي التجديد بالكتابة العربية. نعم. مثلنا بحكي لك: أعتقد الكاتب إدوارد لمسته ترقيص للكلمة بموازاة إضاعة الحبكة، إضاعة الحبكة،
حيث أنك لن تجد ملل أبداً بقراءتها. إنه أنا ككاتب بحكي عن نفسه طبعاً أدبي، أجد أنه اتبع حتماً طريق أن يكتب بشخصية القارئ ليعرف مدى تأثير الكلمة على نفسه كقارئ. نعم صحيح صحيح صحيح. يا طيب يعني احنا بنحكي للجميع انه الهدف من هذه الحلقات هي لست انا والاستاذ محمد انه نجلس ونقرا مع بعض احنا حابين برضه الجمهور يتفاعل معنا، يقرا الروايات اللي بنحكي عنها ويشاركنا رايه سواء اللايف او عن طريق الكتابه زي ما بحب. ممكن يتواصل مع الاستاذ محمد، ممكن يتواصل معي ننسق كيف يطلع معنا أو يطلع هو الأستاذ محمد يتكلموا عن الرواية. هذا الهدف إنه إحنا ننشر الوعي القراءة بين الناس اللي لسه بتحب القراءة. يعني إحنا في كتير ناس بتحب القراءة لكن تتوانى وبتقول أنا ما عنديش وقت، وكل مرة بحكي الأستاذ محمد نصيحتي ولو ساعة باليوم قراءة ولو ساعة. روايتنا الأسبوع القادم إيش رأيك تحكي عنها شوية؟ لا شوف احنا اتبعنا آلية بالبداية دكتور. نعم. من اول ما سوينا اللقاء البرنامج قلنا انه نختار دائما روايات قصيرة، مو ال 400 و500 صفحة، لانه عندنا اسبوع المود يلحق المشاهد يقراها. يعني باليوم اذا قريت على شكل متقطع 20 صفحة باسبوع هاي 140 صفحة، فاليوم اذا اقرا لك 25 30 صفحة يخلص الكتاب. يعني حتى لو ما خلصت ممكن تدخل تتناقش يعني. أكيد أي المهم يكون عندك فكرة، المهم إنه يكون عندك شيء جديد لخزينك المعرفي يعني تعرفه. هذا المهم، روايتنا الجديدة هي القادمة راح تكون لإسمها موسم الهجرة إلى الشمال، وأيضا واحدة من أفضل الروايات اللي اختارها اتحاد الكتاب العرب افضل 100 روايه بالالفيه الثانيه، هي يعني القرن العشرين. خلينا نسوي الروايه مثل ما قلنا، احنا دائما نختار يعني نحرص انه يكون تنوع. فالروايه هذه للطيب صالح، روائي من السودان، موسم الهجره الى الشمال. فمرة يعني رواية جميلة ولطيفة أيضا. طبعا بالمناسبة الطيب صالح عنده صارت لأنه كاتب مهم جدا، فصار أكو مهرجان ومسابقات للقصص والرواية اسمها جائزة الطيب صالح ما شاء الله في السودان. فكاتب مهم جدا، وهذا الكتاب أيضا جدا مهم، مو كبير أيضا، 180 صفحة 190 صفحة يمكن. رواية وجع يقولون، فنحن راح نترك شو اسمه الأحداث يقراها المشاهد إذا عنده واهس ويانا، ولازم يصير عنده واهس زين. وما راح نحكي عليها لما نحرقها مثل ما يقول لك، نخليها للحلقة القادمة. بس نقول لهم أنه هي رواية مهمة جدا 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 جدا. فحلقتنا القادمة حتكون عن موسم الهجرة إلى الشمال. إذا بدكم تجدوا هذه الرواية والروايات السابقة هتجدوها على مكتبة كنار اللي إحنا حاطين الرابط فيها بالوصف تحت بالكومنت، اللي هو على الجوجل درايف. ممكن تجدوا كل الكتب اللي إحنا بنحكي عنها واحد واحد، أجين موجودة PDF، ممكن تنزلوها على التلفون عشان ما تتحججوا وتقولوا إني ما بقدر وما عندي وقت وأنا مشغول في الباص في ال وأنت بتنتظر. بالمناسبة يعني نجحت إنه أقنع واحدة الصديقات إنه اللي هي بعيدة جدا عن القراءة، ولكن يعني بهذا الوضع والكذا، فقلت لها ما خسرنا شيء، راح أنزل شيء PDF وأقرأي. والله قرأت أول ثلاث صفحات كان تقول لي والله هاي الرواية حلوة وراح تكمل يعني. إن شاء الله إن شاء الله. طبعاً لما بتقولنا هو مؤلف أغنية أغداً ألقاك التي غنتها أم كلثوم. واو واو، أغداً ألقاك يعني من الأغاني اللي بحبها يا لما. أنا لما بدنا تحدي، نعطيك تشالنج تقرأ الرواية تبعته موسم الهجرة إلى الشمال. احتمال قريتها
ممكن إن شاء الله إذا قرأها برضو ممكن تشاركينا لما الحلقة وتطلعي معنا لايف، لما من السيدات النشطات كثير في المجتمع المحلي وفعلا بتعطي وقت كبير لتقوية المجتمع المحلي والإمباورمنت تبعته. أهلا وسهلا بها. سؤال من مثنى بقول خارج السرب طبعا، شو سر التناغم والتلاقي الفكري بينكم أحبتي؟ لقاؤكم يشكل قوة وروعة لا تصدق. ما بعرف، أنا بحبه لمحمد وهو أخ صديق، يعني أنا بعتبره أخ لم تلده أمك، وأفتخر أنه أنا تعرفت عليه في أتوى. ومحمد يعني صراحة من الناس اللي تجد ناشط في المجتمع المحلي، سواء في بين أبناء الجالية العراقية أم في المجتمع العربي والمجتمع المحلي، وجدته في عدة أماكن وفعلا أنا أحببته لأنه هو يعني يعطي من كل قلبه، بحب التطوع، بحب مساعدة الآخرين. فالناس اللي زي هيك لن تخاف منهم، يعني هذا اللي والله هو شو يقول لك، مثل ما يقول لك القلوب سواجب العراقي، فهذا احتمال يعني انه شلون اقول لك اكو تلاقح فكري بينهم. الحمد لله. والله انا دائما يعني اقول انه جمال يعني مثل ما يقول لك تفتخر به الجالية العربية بالانجازات اللي سواها وبالخدمات اللي قدمها للجالية العربية وبالمواقف النبيلة اللي دائما يكون تلقاه هو بالأول مثل ما يقول لك الراكضين لمساعدة الغريب قبل القريب. هذا واجبنا محمد. أيوة. هذا واجبنا. طبعا احنا الآن تجمعنا قناة كنار الحمد لله. أيوة. الآن كلنا في مرحلة تنمية هذه القناة بدعمكم وبتعليقاتكم وبوقوفكم معنا. إن شاء الله يعني إحنا عادة نختار أو بدأنا نختار الستار فولوورز في حلقاتنا عشان نقدر نجمعهم ويكونوا معنا في حلقات أخرى. اليوم صراحة صعب الموضوع، صعب. أنا ما بعرف، عندي أنا شفت مثنى فعلا كتب شغلات رائعة وكتيرة، ولما هم الاثنين كانوا من الناشطين في الكومنتس، فأنا حكسر القاعدة اليوم وححكي إنه هم اثنين. شو رأيك محمد؟ أكيد يعني بنستخر فيكم ومشكورين جميع اللي كتبوا جميع اللي علقوا، لكن ستار فولوورز اليوم اخترنا لما. أهلا وسهلا فيك يا لما. ومثنى أهلا وسهلا فيك يا مثنى، بتشرفونا وشكرا لكم جميعا. أستاذ محمد لك آخر دقائق إذا بتحب تحكي أي شيء. والله يعني مثل كل مرة احنا نختم الحلقة دائما بالدعوة للناس للقراءة، واحنا خالين بالإعلان مالتنا قالين خير جليس في الزمان كتابه. صحيح. فهذه دائما خليها ببالكم انه وقت فراغك ما حد يسليك وما حد يوخر الهموم عنك غير الكتاب، لانه اذا ظل صافن باوع اخبار تشيب باوع اغاني تمل، هذا الكتاب ينطيك خزين معرفي ينمي قدراتك، ينمي الخيال، ينمي هاي الامور كلها. فانصحكم دائما بالقراءه، و ان شاء الله نكون احنا يعني نكون مثل ما يقول لك خفيفين الظل عليكم، وتكون اختياراتنا للكتب ايضا يعني تلبي طموحاتكم وتناسب اذواقكم دائما. محمد لو سريعا تحكي لهم كيف تختار الكتب، لانه لها رونق جميل انت بتختارها من الدول العربيه، ما بعرف اذا تحكي لهم. انا اختار الكتب، انا طبعا كل الكتب انا قاريها في فتره زمنيه معينه سابقه، فكل الكتب اللي أقرأها تكون مؤثرة بي، أختارها لهذه تكون مؤثرة بي أو تكون التجارب الكتاب اللي كاتبها مؤثرة بي. يعني مثلا ديما ونوس شابة، خلينا نحكي على التجربة الكتب اللي اختاريناها. ديما ونوس شابة يعني كانت من أصدرت كتابها تفاصيل سنة 2007 و 2008، كانت شابة في مقتبل العمر وخاضت هاي التجربة بجرأة
بحيث المواضيع اللي كتبت عليها مواضيع حساسة وأكو مقص رقيب وكذا، ولكن هي تحدت هاي الأمور كلها. عبد الله سخي كاتب مهم وكاتب قصة، صار عنده تحول من الرواية من القصة إلى الرواية، وهذه الرواية كتبها بعد عمر أكثر من بعد أكثر من 30 سنة بالأدب والكتابة وكذا هاي الأمور. ولحظات لا غير الشاعرة والطبيبة شلون وظفت الشعر بالرواية، هذا شيء مهم جدا وعجبني بها السرد الدائري. أدوار خراط اليوم نحكي عليه بعد أكو رواية ثانية الأسبوع الماضي حكينا عليها. لا حكيت عن الطبيبة ولا إذا انتقلت أنت من سوريا إلى العراق ثم من العراق إلى المغرب المغرب إلى مصر، الآن سنذهب إلى السودان. هذه نختار أي طبعا أي يعني حرصنا على التنوع بالبداية منه من كل قطر عربي رواية، وحرصت أنا من وجهة نظري أيضا كالتجارب اللي أثرت بي والتجارب اللي أشوفها حتى إذا ما أثرت بي وإنما أشوفها تجارب ملهمة. هذه العاملين اللي أنا مثل ما يقول لك ألعب عليهم باختيار الروايات. بشكرك مرة ثانية باسم الجمهور وباسم كنار، وبشكر الجمهور على التعليقات، وبشكرك على التحضيرات اللي بتسويها لإنجاح هذه الحلقات نادي الكتاب. بذكركم اليوم الساعة خلي أشكر كنار لأنه أنا دائما نختم بدون الشكر. هذا البلاتفورم اللي وفرتوه إنه أنا كنت متردد بالبداية صراحة، لانه ما عندي شلون اقول لك خبره بالفيديو شات واللايف والهاي الامور. قلت لك بالبدايه قلت لك انا متردد ولكن لا باس من التجربه، فانتوا وفرتوا لنا هذه المساحه لانه نطلب من خلالها على المشاهد العربي في كندا وفي بقيه دول العالم، لانه احنا المشاهدين مو بس من كندا، من كندا ومن العراق ومن الاردن من فلسطين من من امريكا من اماكن متعدده. صحيح. فأشكركم على هذه الفرصة اللي أنتوا أتحتوها أنه نطلع ونحكي للعالم ونشرح لهم على شوية الأدب العربي ونحثهم على القراءة. شرف إنا في كنار تي في أنه نكون دائما معكم على المواطن العربي، نكون صوته إن شاء الله، ونحاول نوصل أصواتنا لبعض بحيث أنه نكون مع بعض في هذا الوقت. حاب أذكركم بحلقة اليوم الساعة 9 راح تكون مع الأسر المنتجة ورواد الأعمال، حتكون حلقة مميزة مع الصيدلانية، فكونوا معنا الساعة 9 وتصبحون على أو سلام عليكم، بدناش ننيمكم هلأ لسه ضايل الساعة 9 بعدين تروح تنام. مع السلامة. مع السلامة.